يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنى ومظهرا يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنى ومظهرا ويا رحمة الباري لسائر خلقه ويا خير موجود بدا وتسترى ويا مصطفى الرحمن في كل عالم ويا غافرا بالحمد اسما ومصدرا ويا أحمد الهادي إلى خير ملة وناصر دين الله بالحق بالورى ويا مجمع الأوصاف والآي جملة علوت لسر في جمالك مضمرا يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنى ومظهرا يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنى ومظهرا فكنت حبيبا والعوالم لم تكن وكنت مرادا للإله مكبرا كما كنت في محراب قدسك ساجدا تراقب كل الذات عنها معبرا بنورك كان الكون فضلا ورحمة بحكم مراد الله طوبى لمن درى إلى يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنى ومظهرا فأنت إمام الرسل قدما ودائما فكنت بحب الله أولى وأجدرا وأنت جمال العالمين بأسريا وأحسن خلق الله خلقا ومنظرا وأنت الذي أولاك مولاك رتبة تسامت ففاقت كل وصف تقررا عليك سلام دائم متجدد يدوم دوام الكائنات سلام به يحيا فؤادي ويرتقي لأسمى معاني الحب فيك تفكرا إلى يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنى ومظهرا يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنى ومظهرا يا رسول الله يا بهجة الورى ويا
ومظهرا. إلى يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان.